تحية لكم مشاهدينا وين ما كنتم عم تتابعونا عبر شاشة أوغاريت. ما هي حقيقة علم الفلك والأرقام؟ وهل هو علم حقا أم مجرد أوهام؟ وهل يحمل اسم الشخص جزءا من صفاته؟ ماذا عن علاقة الأبراج بالكواكب والأسماء؟ وهل تؤثر هذه العلاقة في الحالة النفسية والذهنية للإنسان؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في ندوة اليوم على خبير العلاج بالقرآن الكريم وعلوم الطاقة الدكتور أيمن شرارة، للتعرف على هذا العالم الغريب الذي يراه البعض حقيقة والبعض الآخر يراه وهما ودجلا وشعوذة. بداية نود التعريف بضيفنا اليوم الدكتور أيمن شرارة، معالج بالقرآن الكريم، أيضا متخصص بعلوم الطاقة والعلاج بها، باحث في تفسير الأحلام وخبير الحروف والأرقام وحسابات التوافق بين الأسماء وتحليل البرج مع البرج ومعرفة التوافق، إضافة إلى الكثير من النصائح والاستشارات والحلول لما يعيق تقدم النشاطات المهنية والعلمية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك، سعد مساكي. بداية كمدخل لندوتنا اليوم نود التعرف أكثر على الأسس والمراجع العلمية والدينية والتاريخية التي تعتمد عليها في عملك. هلأ بالنسبة إلى موضوع العلاجات بالقرآن الكريم، لحتى نقسم البحث تبعنا، نحن مرة عم نحكي بعلاج بالقرآن الكريم، ومرة عم نحكي بعلاج بالطاقة، ومرة عم نروح إلى اتجاهات أخرى. فلما بدنا نروح باتجاه القرآن الكريم، فنحن في عنا آيات قرآنية واردة، هي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هدول حصرا علاج فيهن، إضافة إلى ما يعني يتداول بين الناس ومعروف بما يسمى بالطب النبوي. فنحن لما بنروح على العلاج بالقرآن الكريم، يعني العلاج الروحي، بنروح باتجاه القرآن الكريم وبنروح باتجاه الطب النبوي. لما بنروح باتجاه الطاقة بنروح إلى أمور أخرى، هي أمور مستحدثة يلي الناس من جديد، يعني بعتقد من سنوات بسيطة بلشت الناس تتعرف على شيء من علوم الطاقة، وصارت تعرف بشيء اسمه شاكرا، وصارت تعرف بشيء اسمه هالة، وهي التفاصيل كلها. لما بدنا نروح باتجاه علم الأبراج، أنا ما بدخل كتير بعلم الأبراج، لأنه بعتبر بأنه الموضوع يمكن صارت الناس تحكي فيه كتير، بس نحنا بحاجة لحتى نحلل شخصية الشخص يلي عم يجي لعنا، أو بحاجة لأنه نحدد ببعض الأحيان بعض الإشكالات يلي يمكن أنه تكون يعني ملازمة لحياته. فمن خلال عملية الحساب على قاعدة الأبجد هواس يمكن أنه نحن نستخرج البرج العربي تبعه، ويمكن أنه نستخرج بعض الأشياء يلي يمكن أنه تكون عقبات بطريقة حسابية معينة معقدة إلى حد ما. الأشخاص اللي بيصير في عندهم خبرة بيصير من السهولة أنهم يوصلوا لهي الأرقام ويعرفوا كيف يحللوها. بالنسبة للأشخاص اللي فايتين بهذا العلم جديد، أو يلي مطلعين على العلم بيعتقدوا أنه هي عملية معقدة، قضية حسابات الأوفاق وإلى آخره، فيها عملية تعقيد، لأنه بدنا نروح على الأس والمضاعفات وإلى آخره، عملية معقدة إلى حد ما. الدخول فيها يمكن أنه يكون مضيعة، يعني يكون متاهة يمكن ببعض الحالات. نحن أكيد بسياق الندوة رح نعرف مشاهدينا كيفية استخراج البرج عن طريق كما ذكرت الأبجد هوز، ولكن خلينا نحكي شوي على العلاج بالقرآن الكريم، الحالات اللي بيتم علاجها، ونحن دائما نقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا أول شيء، كلما كان القلب ذاكرا لله عز وجل، كلما كان مطمئنا بهذا الذكر. والله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فاعتقادنا بأنه هذا القرآن الذي ليس هو فقط دستور، وليس هو نظام حياة، وليس هو نظام معاملات، وليس هو عبادات وفقط، أيضا هو من ضمن الأشياء اللي يختص فيها القرآن الكريم هو عملية العلاج. وإذا رجعنا إلى السيرة النبوية المباركة وما
يعني مثلا سيرة الصحابة وأهل البيت، بنشوف في أنه في عنا كم من الروايات والأحاديث التي تتحدث عن علاجات وعن كيفية يعني الاستفادة من بعض الآيات القرآنية يلي يمكن أن تفيد في أشياء معينة. مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال، مثلا بالنسبة إلى تعطيل الزواج، مثلا عندنا نصوص أنه إذا قرأت مثلا البنت اللي في عندها تعطيل في موضوع الزواج، إذا قرأت سورة الأحزاب مثلا كل ليلة جمعة ييسر أمر الارتباط عندها. هذا عم نحكي إذا كان في عندها تعطيل، نعم، مو إذا كان في عندها مشكلة أخرى. فلذلك بدنا يكون في عندنا حالة تمييز بين 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 تعبير وتعبير ومشكلة ومشكلة. فإذا نقول بأن هناك لبعض الآيات القرآنية خواص وأسرار، تماما لكل آية تماما لها تماما حالات معينة. إضافة نعم. إضافة إنه نحن في عندنا طاقة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فلما بيجوا بيبسطوا هذا المعنى بيقولوا أنه الإنسان يحمل 7 أسهم من العلم، فالشخص يلي مقداره مبلغه من العلم سهم ما فيك تحملي 7. فإذا كان شخص نفسيته متعبة، روحيته متعبة، هو في عنده حالة من الإنهاك وحالة من الإرهاق، هذا ما فيك تجي تحملي علاج أكثر من الطاقة. إذا رحنا على الطب، على الطبيب، بنشوف بأنه في عندنا مستويات من الـ الأدوية، عيار 5 و10 و20 و50 و100 وإلى آخره. نفس العملية، المعالج اللي بده يكون معالج حقيقي يفترض أنه يكون عارف هذا الشخص قديش عنده قدرة أنه يتحمل وقديش هي المشكلة تبعه بالأساس. دكتور، الإيمان عند الشخص إلى أي حد بيلعب دور بشفائه؟ بكل الأحوال. يعني هذا موضوع الإيمان، هذا موضوع لا يدخل في العنوان الديني فقط. الإيمان هو عنوان عام، هو عنوان إنساني. لما بنروح نحن على تضييق الإيمان بالعنوان الديني بنكون عم نحجمه. الإيمان هو إيمان بكل ما هو موجود، فبمقدار ما بيكون في عنا حالة من الإيمان وحالة من الاطمئنان وحالة من الثقة بالشيء اللي موجود بين إيدينا، كل ما كنا قادرين على أنه نحن نستفيد من هذا الشيء بطريقة أكبر. كل ما كان إيماننا أضعف وثقتنا أقل وطاقتنا يعني مهتزة، كل ما كان إمكانية الاستفادة من هاي الأشياء أضعف. نعم. دكتور، السور القرآنية اللي حضرتك تنصح بقراءتها كل يوم، أيضا بالأدعية اللي بتنصح فيها كل يوم، هلأ يعني أول شيء هي مو الموضوع موضوع نصيحة، لأنه القرآن كلياته أنا بفضل أنه الأشخاص ياخذوا من القرآن كل القرآن. نعم. ما يكون في شيء محدد، ولكن يمكن في بعض الأشخاص عندهم مثلا بعض الخوف من بعض الأشياء. على سبيل المثال، شخص يخاف مثلا من العين ومن الحسد. نعم. فهذا الشخص اللي بخاف من العين والحسد، هذا دائما يحصن نفسه بقراءة آية الكرسي والمعوذات، يعني الفلق والناس. من المهم جدا للأشخاص اللي في عندهم هي حالة الخوف، دائما قبل ما يخرج من البيت، أو إذا كان مثلا ببعض الأحيان أنتوا الصبايا بتخافوا كتير من قصة العين، وعادة يعني بيتفقوا النسوان على أنه فلان عينه يا لطيف. تمام. فإذا كنا رايحين إلى مكان وفي عنا حالة خوف أو قلق من إنساني يمكن أنه يكون في تأثير لعين علينا، فدائما نحصن نفسنا بآية الكرسي والمعوذات. إذا رحنا مثلا باتجاه مثلا الرزق، وكثير من الناس يمكن أنه يكون في عندها حالة أنه في عندها ضيق في الرزق، ففي عندنا كثير آيات، في عندنا كثير من الأدعية يمكن أن تكون مفيدة فيما يختص بموضوع الرزق. فمن المهم جداً
من المهم جدا أنه نحن نعرف نحدد شو هي الأشياء المفيدة لهذا الشخص. ببعض الأحيان مثلا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله دعاء، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فأعطنيه، وإن كنت قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. طيب هذا دعاء مأثور ومجرب في موضوع الرزق، بس هذا الدعاء يمكن يفيدني إلي، يمكن ما يفيدك إليك، ويمكن يفيد زيد من الناس ما يفيد عمر من الناس. طبعا هذا هي مو عملية انتقائية، هي العملية هي عملية أنه في عملية قديش هذا الشخص في عنده حالة روحية عالية، قديش في عنده حالة اطمئنانية عالية، قديش في عنده حالة إيمانية عالية، من خلالها بتختاري له الأقل أو الأكثر. يعني بمعنى في آيات مثل لما نحن بنروح بأسماء الله عز وجل، في عنا نوعين من أسماء الله، عنا أسماء جمال وعنا أسماء جلال. لما بنروح على أسماء الجمال بنشوف في لطف، الرحيم، الرحمن، اللطيف، تمام؟ نعم. لما بنروح على الجلال بنشوف القوي، الجبار، المتكبر. فمثل ما أنه في عندي أسماء جلال وأسماء جمال، كمان بنفس الحالة الشخص يلي نحن بدنا نشخص الأفضل بالنسبة له، أنا ما في عندي فرق بين المتكبر كاسم من أسماء الله عز وجل وبين الرحيم، هن اثنين أسماء، أسماء مقدسة لله عز وجل، ولكن واحد اسم جلالي ولكن واحد هذا الاسم يمكن أن يكون ثقيل علي أنا، بينما بالنسبة إليك ممكن أنه يكون سهل. فمن هون نحن بده يكون المعالج بده يكون في عنده حالة من النظر الدقيق في معرفة قدرة الشخص على التحمل. هذا يأتي بعد دراسة معمقة من قبل هذا الشخص اللي بده يخوض بهذا المجال. يفترض. طبعا دكتور يفترض. حضرتك أيضا متخصص بعلوم الطاقة والعلاج بها، بدنا منك شرح مبسط لماهية هيدا العلاج. هلأ بما يختص بموضوع الطاقة، كثير من الأشخاص ولعله بكذا يعني دولة صار في عنا شيء اسمه مراكز للعلاج بالطاقة، إضافة إلى صار في عنا ماسترات متخصصة في تعليم الطاقة. أنا احترامي للجميع بهذا المجال، وأنا من عادتي أنه ما بدخل بعملية تقييم للآخرين، ولكن عمليا نحن لما بنروح باتجاه الطاقة نحن بحاجة إلى حالة من الوعي الصادق، لأنه نحن عم نروح على عالم غير مرئي. نعم. بمعنى هلأ أنا بجي بوقف بحسن أعمل هيك وقول لك أنت حجم الطاقة تبعك الهالة المحيطة فيك هي هالقد، أنت ما بتعرفي. يمكن قل لك حجم الطاقة اللي محيطة فيك هالقد، يمكن قل لك أنت التاج تبعك واصل إلى ما شاء الله، يمكن قل لك أنه التاج تبعك ما بعرف ليه وين واصل. فإذا أنا عم أفوت على عالم أنا ما عم أشوف فيه بالبداية، تمام؟ لأنه أنا ما عم أشوف، فأنا بحاجة إلى شخص يكون فعلا شخص صادق حقيقي يقول لي أنت عندك طاقة أو ما عندك طاقة، أنت عندك مشكلة بالهالة اللي محيطة بجسمك ولا أنت ما عندك مشكلة، أنت الشاكرات اللي عندك مفتوحة ولا مو مفتوحة، أنت عندك قدرة على أنك تستقبل ولا ما عندك قدرة على أنك تستقبل. هذا بالعنوان الأولي. لما أنا بروح باتجاه العلاج بالطاقة، تمام، أنا بكون أمام مشكلة أكبر وبحاجة إلى ثقة أكبر، لأنه أنا عم بجي بفتح
نفسي بفتح جسدي لشخص بده يمرر فيه تيارات من الطاقة ما بعرف شو هي هي التيارات. أنا عم بحكي إذا شخص أنا ما بعرفه، تمام؟ هلأ يمكن أن نعالج بالطاقة كتير من حالات الاحتباس يلي يمكن أنه تكون الاحتباس الطاقي يلي يمكن أنه يكون ببعض الأحيان متجمع في بعض الأماكن، يمكن في بعض الأحيان نعالج كتير من حالات الصراع، ممكن نعالج كتير من حالات المشاكل اللي ممكن أنه تكون بالجهاز العصبي. غالبا بنروح باتجاه العلاج بالطاقة فيها. إضافة إلى مسألة كمان جدا مهمة بنروح فيها بموضوع الطاقة، وهي أنه كل واحد منا حول جسمه في عنده هالة. هاي الهالة اللي محيطة بجسمه يفترض أنه يكون في إلى تدرج بألوان قوس قزح لحتى يكون في إله جاذبية ويكون إله قابلية. أنت ببعض الأحيان يمكن أنك تنظري إلى شخص، هذا الشخص اللي بتنظري إلي من إله من أول دقيقة تقولي سبحان الله ما تحملته، بينفر الشخص تمام. منه. نعم. في أشخاص لا تحسي أنه بيسحبك بيجذبك، ترتاح مثل هيدا المقولة المعتادة دائما. هذا الشيء يمكن بيلحظوا كثير من الناس اللي عم بيشوفونا، انه ممكن ندخل على مكان اما نتقبل وجود بعض الاشخاص فيه او لا. هيدا فاذا يعود للطاقه والطاقه اللي بيمسوها كل حدا من جسمه. نعم. وهذا هو نفسه، يعني هي الهاله. نحن لما بنفوت مثلا الى بعض الاماكن المقدسه مثل الكنائس بنشوف مثلا رسم لسيدة العذراء عليه السلام أو رسم لسيدنا عيسى عليه السلام، بنشوف حول الرأس حول الوجه شوف إطار أبيض، تمام؟ هذا الأبيض بالمفهوم الديني بيعبروا عنه بأنه هذا النور الذي يحيط بهذا المقدس، تمام؟ بمفهوم الطاقي هي الهالة يلي هي محيطة بهذا الشخص يلي يمكن أن تتدرج ألوانها ويمكن أن تتحول إلى الأسود. ولذلك في شخص يمكن أنك تشوفيه ويكون هو آية بالجمال وتقولي سبحان الله أنا بشوفه عبد أسود. صحيح. هلأ إذا بدنا ننتقل شوي لموضوع الطاقة ونتخصص أكثر بطاقة الأسماء والأرقام عند كل شخص، ومثل ما بنعرف المقولة اللي بنسمع دائما لكل امرئ من اسمه نصيب، إلى أي حد هيدي المقولة صحيحة وإلى أي حد فعلا كل شخص بياخد طاقة من اسمه وأرقام اسمه؟ هلأ من الطبيعي جدا أول شيء لكل امرئ من اسمه نصيب، هذا أي حقيقة وهذا يعني نحن ما فينا نعبر عنه بالموروث الشعبي. انتبهي، يعني مرة في عنا شيء بيدخل بالموروث الشعبي فالموروث الشعبي يمكن أن يناقش فيه، ببعض الأحيان يمكن أن يدخل بالموروث الديني. فلذلك النقاش بهذا الموضوع بيكون شوية يعني بحاجة لشخص يكون أدق في اختيار ألفاظه. أنا رغم قناعتي بأنه لكل امرئ من اسمه نصيب وأنه الاسم يمكن أن يعطيه قوة ويمكن أن يعطيه ضعف ولما بنروح باتجاه علم الأبراج وتأثير الكواكب على الأشخاص وأنه إذا دخل زحل إلى مقابل برج فلان فبيصير كذا وإذا إجا فلان حركة الكواكب إلى أي حد بتأثر على الشخص نفسه. نعم. أنا بقول الشخص القوي، الشخص الواثق، الشخص يلي عنده قدرة، عنده القدرة على مواجهة هذه العكوسات. لما أنا بكون شخص عندي ثقة وعندي اطمئنان وعندي يقين ما بقبل انه يكون في عندي نظرة تشاؤمية. على سبيل المثال انه هلأ انت بدك تمر بفترة من 15-3 لغاية 25-3 بدك تفوت بمرحلة فيها حالة من السوداوية، فانصحك هيك
فأنصحك بعدم الخروج من البيت. وأنا بين قوسين، أحد الأشخاص، ما حقول لا رجل ولا امرأة، نعم، التقيت، فيعني التقيت معه هون، فقال لي إنه أنا في عندي أشخاص الصبح قبل ما يطلعوا من البيت لازم يتواصلوا معي، فإذا بقول له لا تطلع من البيت ما بيطلع من البيت. طيب قديش أنا عم شل تفكيري وعقلي وقدرتي وطاقتي، واعتبر حالي أنه أنا شخص ضعيف مشلول، ورق انقياد لهيدا الشخص تماما. اللي عم بيقول له تمام. طيب هذا واحد. نعم. اثنين، قديش في دقة. يعني معلش فتنا على موضوع الأبراج، نحكي بالأبراج هلا. صحيح سوريا، دخلنا إلى موضوع الأبراج قبل ما ندخل لموضوع الأبراج، ولكن نخلص موضوع الأسماء. هلا الأسس الصحيحة لاختيار اسم المواليد الجدد شو لازم تكون، وتغيير الشخص لإسمه فيما بعد مستقبلا هل تؤثر على حظوظه؟ شوفي أنا كنت في إحدى الدول، يعني كضيف في دولة معينة، فالتقيت بأحد الأشخاص قال لي عنا يوميا حوالي 150 معاملة تغيير اسم، لأنه في شخص بيظهر على قناة فضائية وبيقول غيروا أسماءكم. نعم. قديش صحة هذا الكلام؟ قلت له الشخص يلي بده يقول لي غير لي اسمي هذا شخص ما عنده قدرة على أنه يعمل حالة الوفق. هي المشكلة وين؟ المشكلة هي أنه بيكون في حالة من عدم التوافق بين اسم الأم واسم المولود، فبيصير حالة من عدم الوفق. طيب في عنا علم اسمه علم الأوفاق. نعم. قادرين نحن على أنه نعمل حالة توفق بين اسم الأم يعني إذا اثنين متخانقين مع بعضهم البعض ما فينا نصالحهم؟ مصالحهم ولا لا؟ أكيد بنصالحهم. معقولة ما نحسن نصلح أم وابنه مثلا؟ تمام؟ فلضعف هون، لعجز هون، أو لغاية في نفسي يعقوب يلجأوا لموضوع أنه غير أنه اسمه. غير الاسم، عنده خيارين، يا بيروح على الدولة بيرفع دعوة بغير اسم، أو بيلجأ له وبيبلش، أو بيلجأ للمنادى مثل ما بيقولوا أنه لا ما بقى تنادوني باسمي باسم آخر. نعم. مهما يكون الاسم، مهما يكون الاسم متعارضا مع اسم الأم، يمكن أن يعني يكون هناك نوع من التوفيق بين هذين الاسمين. يمكن إيه حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا يمكن أنه نلجأ فيها إلى تغيير الاسم، مو بالضرورة عند الدولة، بالمنادى. بالمنادى. نعم. بالمنادى وبكفي. فلا يعني لا تستمع الناس إلى كل ما يقال، لا تصدقوا كل ما يقال. هلا ننتقل شوي لموضوع الأبراج، وكنا فتنا فيه شوي منذ قليل للأرقام أيضا وعلاقة الأبراج بالحسابات كما ذكرنا، ونحن وعدنا مشاهدينا نعطيهم الطريقة كيف بيقدروا يطلعوا برجهم عن طريق أبجد هوز. تمام. بشكل مختصر خلينا نحكي عن هيدي الطريقة. وأيضا هلا من حيث المبدأ كلياتنا بنعرف أنه في عندنا تسلسل الألف باء تاء. نعم. هذا تسلسل الأحرف، وفي عنا الأبجد هواس حطي كلمون. الأشخاص اللي ما بيعرفوهن محافظينهن بفوتوا، كلاتنا اليوم عنا انترنت، بنفوت انترنت أبجد هواس بيطلعوا لنا الأحرف مسلسلية. في عنا ناخد الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزين سبعة، إلى آخره. نعم. تمام. فنحن بنبلش واحد إلى العشرة، بعد العشرة ما بنقول 11، بنقول 20 30 40 لنوصل للمية. بنوصل للمية ما بنقول 101 أو 110، بنقول 200 300 400 لنوصل للألف. تمام. هلأ بناخد هالاسم هاد. تمام. حرف الألف واحد، حرف الياء كذا، حرف الميم كذا، حرف النون كذا اللي هو اسم أيمن.
بنجمعه مع بعضنا البعض، بناخذ اسم الام بنجمعه مع بعضنا البعض، جمعنا اسم الابن مع اسم الام مع بعضنا البعض جمعناهم، هدول بنصير بنطرح منهم 12 12. يعني اوقات بنجي نحن ليش ما بيزبط معنا الحساب؟ لانه بنجي بنقول يلا بنقسم على 12، فلما بنقسم على 12 بيطلع عنا على 12 بيطلع عنا كسور. تمام. هلا اذا طلع عندي مثلا انا رقم نفترض 62، اسمي واسم امي مثلا رقمه 62، فكم 12 موجود بهي 62؟ بنضل من ناقص 12 ليوصل على 12 لحتى يصفى عنا رقم بين الواحد وبين 12. نعم. فاذا كان رقم واحد فبرجي معناتها الحمل، واذا كان رقم اثنين فبرجي الثور، وهكذا بقى تسلسل الابراج الى اخره. هذا بشكل عام. نعم. حسابات وتقديرات عديدة للأبراج ممكن مثل ما ذكرنا يعتمد عليها الشخص بمعرفة حظوظه، إلى أي حد فعلا هيدي الأبراج بتأثر على الشخص؟ هلأ أنا برجع يعني بدي ركز على مسألة كثير مهمة. لما بروح باتجاه الأبراج بعنوان أنه أنا ولدان بتاريخ مثلا 17 3 10 4 10 10، طيب أنا يمكن يكون أنا ولدان أنا وأخ إلي توأم بنفس اليوم وبنفس الساعة، نفس الأب نفس الأم، أكلنا واحد وبيتنا واحد وبيئتنا واحد وتربيتنا واحدة وإلى آخره. طيب بيطلع عندي واحد هادي وواحد عصبي، وبيطلع عندي واحد ناجح وواحد كسول، وبيطلع عندي واحد موفق وواحد شقي وإلى آخره. طيب على أي أساس أنا بدي أجي أقول أنه هدول اثنين نفس البرج؟ نفس البرج. وإذا بدي روح باتجاه الطالع كمان، ما هني ولداني كمان بساعة واحدة. وإذا بدي روح على المدينة بيطلعوا بنفس المدينة، وإذا بدي حدد الموقع مثلا كمان بيطلعوا بنفس، لأنه بنفس البيت أو بنفس المشفى. فشلون بدنا نحلها هاي؟ تمام. فلذلك لما بنروح باتجاه الحساب الأبجد هواز بصير الأخين ما بيتسموا باسم واحد. تمام. فبصير مثلا ممكن أنه أنا مثلا عندي ولد اسمه جواد، إجا معه توأم سميته جود. تمام. فجود وجواد صار في فرق بيناتهم حرف الألف. حرف الألف واحد. فكان مثلا برج الحمل جود، فجواد إجا مع حرف الألف صار برج الثور، فصرنا عم نحكي عن شخص آخر. نعم. تمام. هذا من ناحية. من ناحية تانية في تأثيرات للكواكب علينا، يمكن أن يكون في تأثيرات علينا. وبنرجع مثل ما حكينا بالبداية، أنا رجل لا يؤمن بشيء اسمه حظ مهمل أو مطلق. أنا رجل أؤمن بقاعدة قرآنية بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لما أنا بدي أجي أرمي أخطائي وتراجعاتي والانتكاسات والانهزامات والانكسارات على الأبراج، هذا شخص فاشل، فأنا عم بهرب من شيء حقيقي إلى شيء غير حقيقي، لحتى على الأقل بيني وبين نفسي، وما في واحد بيننا وبين نفسه بيضحك على نفسه بيعرف، بس إنه بحاول إنه حتى إنه يقنع نفسه إنه هو يعني إنه أنا مو بإيدي، بس أنا في عندي هذا الكوكب واقف مواجه مني. تكون شماعة موضوع تمام الكواكب. تمام. نتيجة هي يمكن عدم سعي الإنسان في تمام الاتجاه اللي هو بده. ولذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. نعم. حتى لو ما أنت شفتي يرى، مو يراه، يرى إيه، فالناس هي بدها تشوف. نعم.
فتحدث قليلا عن الأرقام وإلى أي حد هذه الأرقام أرقام قوية خلينا نقول أو كانت أرقام ضعيفة. الرقم 9 شو دلالته؟ هلا يعتبر انه من اقوى الارقام هو رقم 9. هلا هو عمليا اذا نحن اذا بدنا نجي نفصل كل رقم يمكن ان يحمل في حقيقته قوه ويمكن ان يحمل في حقيقته ضعف، ولكن تختلف نسبه القوه ونسبه الضعف في هذا الرقم. يعني لما انا بجي بقول انه الرقم 7 هو رقم كامل، رقم 9 رقم قوي، وما في يقول انه رقم 19 رقم ضعيف. تمام؟ لا. لانه لما بقول انه رقم 19 رقم ضعيف، ما انا عم اروح على بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن انه تكون ضعيفه. لا يمكن انه يكون الرقم القوي اقوى من رقم 19. عرفت كيف؟ وهكذا اذا رحت مثلا على الأربعين، وواعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناهن بعشر فتم ميقات ربك 40 ليلة. نعم، كنت بدي أسألك عن الرقم 40 أيضا ودلالته. تمام. فإذا كل رقم يمكن أن يكون موجود، يمكن أن يحمل في لحظة من اللحظات قوة بالنسبة إلنا، ويمكن مو يحمل حالة ضعف، يمكن نحن نكون ضعفاء عن تحمل هذا الرقم، ولذلك بيكون رقم غير مناسب بالنسبة لنا في هذا الوقت. أها، كيف هون الشخص بده يقدر يعرف هيدا الموضوع إذا كان مناسب أو لا؟ يتصل معي. كتير سهلة. طيب الرقم 13 حتى ننهي موضوع الأرقام، 13 والرقم 40 اللي ذكرته من شوي، شو هي دلالة هدول الرقمين؟ شوفي، في دولة من الدول بدون ذكر أسماء بيعتبروا أنه من أسوأ الأرقام في الدنيا هو هذا الرقم، لدرجة أنه يعني يمكن أنه يوصلوا إلى حد كأنه ينسخوه من الكتابة تبعه. أنا استغربت يعني الرقم 13 عم تحكي عن الرقم 13. تماما. بيقولوا 12 و1 أي. يعني قديش بيعتبروه أنه هو رقم شؤم، رقم شؤم ونحس، لذلك دولة كاملة بيقولوا 12 و1 ما بيقولوا 13. نرجع للأول، ما في شيء في عالم الأرقام اسمه إطلاق التفاؤل وإطلاق التشاؤم. ما في شيء بعالم الأرقام اسمه إيجابي مطلق أو وسلبي مطلق. في بعالم الأرقام شيء يتوافق مع حالتنا النفسية، مع حالتنا الروحية، مع حالتنا الطاقية، مع رؤيتنا إلى الأشياء. قديش أنا في عندي نظرة تفاؤلية، قديش أنا في عندي نظرة مستقبلية، قديش أنا نظرتي فيها أمل، قديش أنا في عندي طموح، قديش أنا في عندي تصميم وإرادة، قديش أنا في عندي ثبات وصبر، قديش أنا عندي قدرة على أنه أتحدى. بقدر أنه حول السلبي إلى إيجابي لأنه أنا صاحب إرادة. إذا كنت شخص مهزوم، فهي الهزيمة اللي موجودة بداخلي، إذا بيعطوني كل أرقام القوة في العالم، أنا مهزوم من داخلي، ما في شيء ممكن أنه يقويني. نعم. نجي شوي لطاقة الأحرف أيضا. بنعرف كتير بيقولوا عن حرف القاف بأنه هو حرف خصومة، في خصومة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ طيب نتحايل على السؤال شوي، نقول شو هي الأحرف القوية والأحرف الضعيفة؟ هلا بالأحرف القوية والأحرف الضعيفة، أنا دائما يعني أنا عم برجع لما بروح على الحرف وبروح على الرقم وبروح على الطاقة، دائما بقول بأنه القوي ليس قويا بالمطلق والضعيف ليس ضعيفا بالمطلق. والإيجابي ليس إيجابيا بالمطلق وليس سلبيا بالمطلق. هلأ إذا بدنا ناخد مثلا أحرف اللي يمكن أن تكون مريحة. مريحة مثلا أنا في عندي الألف، الياء، الميم، النون، الواو، اللام، الهاء. عرفتي كيف؟
لما بروح على حرف الراء بروح باتجاه عصبي غالبا، عرفتي كيف؟ فلذلك دققي بالأسماء. غالبا البنت يلي يبدأ اسمها بحرف الراء غالبا بتروحي باتجاه انه هي شخص عصبي، عندها مزايا كتير حلوة كشخصية يعني، ولكن عصبي. بعيب هذا جمال الشخصية يعني. ممكن تقولي عنها انه هي ذكية، فطنة، ملهمة، عاطفية، رومانسية، متجددة، ذات أنوثة مثلا قوية، بس أنه عندها حالة من العصبية، حالة من التسرع، حالة من الغيرة، حالة من حب التملك. هي بالدرجة الخاص يحسن أنه يتوافق معها. طيب، ما قلت لنا عن حرف القاف؟ لا، مو نذير شؤم. أنا ما بشوفه نذير شؤم. أنا بشوف إنه قديش أنا من جواتي مرعوب من هذا الحرف، ولذلك كل ما كنت عايش حالة اطمئنان كل ما كان تأثير السلبي لكل ما هو محيط بي أقل. أي بالنسبة للمنهزمين أي رقم حرف سلبي، نعم، بس بالنسبة للإيجابيين لا. لا، هون بقى بيرجع لكل شخص كيف بيقدر طبعاً يحول السلبي إلى إيجابي. مهم جدا يعني. اليوم من أكثر الأشياء يلي يمكن أنه تخلينا نكون أشخاص مرتاحين هي إيجابيتنا. بمقدار ما بتكون طاقتنا إيجابية ونظرتنا إيجابية، بمقدار ما بنكون أشخاص مؤثرين فاعلين، مو مؤثر بهم ومفعولون بهم. طيب، ننتقل إلى محور تفسير الأحلام اللي هو وعد علم قائم بحد ذاته. الحالات اللي يمكن أنه يؤخذ فيها وطبعا تفسر، ويمكن نفسر الحالات اللي ما بنقدر نفسرها والمكان. أغلب الناس اللي ممكن يشوفوا رؤية أو أحلام بمنامهم بيلجأوا للإنترنت اللي هو أصبح كما ذكرت متاح للجميع. ممكن ياخذوا بابن سيرين أو ممكن ياخذوا بفرويد أو هناك مراجع عدة. هيدي الحالات كيف نحن بنقدر فعلا نحددها ونفسر هيدي الأحلام؟ أول شيء نحن بدنا نفرق بين الرؤى وبين الأحلام. نعم. وبين المنامات وبين حديث النفس. بذكر قبل سنوات مشيت موضة أفلام النحل. فيجيني على التليفون اتصالات، كل العالم عم تشوف نحل بمنامه. فصار يعني في هذا، شايفة رحنا باتجاه حديث النفس. في رؤى لا تعبر، يعني ما في إلها يعني، مو بمعنى أنه هي ما إلها قيمة، لا، بس هي يعني لأنه بتدخل بباب حديث النفس والحالة النفسية اللي ممكن نحن نكون، يعني أنه والله اليوم ولد أكل هيك، يعني لازم ما نقولها، بس يعني أنه هذا واقع موجود، أنه ولا أب ضرب ابنه. فلذلك قلت ما لازم نقولها، لأنه يفترض أنه الأب ما يضرب ابنه. نعم. يعني هذا من باب التربية، بس أنه لما بينام الولد ممكن أنه يشوف له مثلا منام أنه عم يعمل مثلا شيء مع أبوه، عرفت كيف؟ فهذا يعبر هذا المنام؟ هذا أكيد لا يعبر. يعني فإذا في كل منام لابد أن تكون له قصة، وكلما كان المفسر الأحلام شخص حليم وباله طويل وعنده قدرة على الاستماع، كلما كان عنده قدرة على تحليل الحلم لا الوصول إلى تفسير حقيقي. فلذلك نحن
لما بنرجع بنقول انه نحن بناخذ القصه، بناخذ قصه من الشخص بنسمعه، بدنا نشوف شو هي حالته النفسيه، ايمتى شاف هذا المنام، اي ساعه شافه، عرفتي كيف؟ لانه كلها هي حسب الايام اللي شافوا فيها طبعًا كمان طبعًا هيدا علم بحد ذاته طبعا الى انعكاسات. فلذلك مهم جدا الاشخاص اللي بدهم يفوتوا بموضوع تفسير الاحلام يكون في عندهم اذن واعي، أذن تسمع وأذن تعقل وأذن تحسد أن تفهم الكلام وما بين الكلام. نعم يعني دكتور هذا مجال جدا واسع، يعني سواء كان علوم الطاقة أو حتى الأبراج وحتى تفسير الأحلام، يعني تاح لكثيرين من الأشخاص أنه يدخلوا ويقدموا نفسهم على أنهم أصحاب علم. هلأ المشاهد اللي عم بيتابعنا اليوم بين قوسين بيقولوا مو كل مين صف صواني قال أنا صار حلواني. صحيح. هلأ إذا بدنا نحن نوجه المشاهد خلينا نقول يميز بين الداعية وصاحب الشخص الصحيح صاحب العلم، يعني ممكن كثير من الأشخاص ينقادوا وراء أشخاص هن مزيفين أو يدعون هيدا العلم بسبب كونهم حاجة، سواء مهما كانت الحاجة سواء مرضية أو حاجات أخرى. نحن هون كيف بدنا نقدر نفرق بين هدول الأشخاص؟ أول شيء من المهم جدا هو أنه نحن ننظر إلى ظاهر الأشخاص في المقدمة، يعني أنه في شخص أنا بشوفه برتاح له أو ما برتاح له، هذا بالعنوان الأولي. بالعنوان الثاني يفترض أنه أنا اسمع منه شيء يحسسني انه هو فعلا فهماني. يعني اذا انا بدي اجي ادخل لعنده واحكي له قصتي كلياتها، انا فوت لعنده الطبيب اذا انا مريض بيقول لي شو، بقول له والله مثلا معدتي عم توجعني، بس هاي الكلمه بحكيها تمام، هو ببلش بيقول لي عم صار معك هيك، عم يصير معك هيك، كذا كذا كذا، برتاح لما الطبيب تمام ببلش بيقول لي انه هيك وهيك وهيك، ايه تمام، فاذا علاجك 1 2 3. هذا رحنا باتجاه ثاني. الاتجاه الثالث هو قديش انا عم باخذ نتيجه من هذا الموضوع. تمام، برجع لما بدي اروح باتجاه القران الكريم من المهم جدا ان اسمع ما يقول. مهم جدا اسمع ما يقول، حتى ولو كان مو ضرورة انه سمع بعنوان انه يقرأ بشكل جهوري، لا، انه على الاقل انا اطمئن انه هو عم يقرأ قرآن كريم. يمكن بعض الاشخاص يمكن انه يكون عم يقرأ طلاسم او شيء من هذا النوع ويدخلني بموضوع الشعوذة والى اخره. فكتير مهم انه نحن هاي من ناحية، من ناحية تانية هو بده يعطيني برنامج، انا كمريض عندي مشكلة روحية بده يعطيني برنامج، فهذا البرنامج بده يعطيني اياه شو هو؟ هل هو عبارة عن قرآن او تقطيع للقرآن او تجزيء للقرآن او عكس، لانه بعض الاحيان كذا، او بيجي بيقول له انا بدي اكتب لك على جسمك او بدي ما بعرف شو هذا. فاذا احنا طلعنا من شق العلاج بالقرآن الكريم وصلنا فايتين على شق هو عبارة عن دجل وكذب وشعوذة وإلى آخره. نعم. وهدول الأشخاص هدول خطيرين خطيرين، لأنه تأثيرهم السلبي بيكون يعني أسوأ من تأثير كثير من الأشياء السيئة بالمجتمع. نعم، فإذا هون لازم يرجع كل شخص لوعيه طبعا، وما ينقاد وراء طبعاً الكلام طبعاً والأشخاص، أنه مين ما قال له مشي عند شيء حدا الفلاني أو الشخص الفلاني تماماً يروح ويكون عنده يقدم له ثقته الكاملة. صحيح. طبعا يمكن هيدا الموضوع يحتاج إلى مو ندوة، ندوات، ندوات ويحتاج إلى ساعات كثيرة الحديث عنها، لأنه يطول الحديث. نعم. بكل مدخل ممكن ندخل نحكي ساعات. نحن كنا اليوم بهيدي الندوة خلينا نقول تعريفية عن هيدي العلوم كلياتها. نحن بدنا نشكرك الدكتور أيمن شرارة، بتحب تقول كلمة أخيرة بنهاية لقاءنا اليوم؟ بتمنى يعني لقناة أوغريت، نحن أول مرة موجودين معكم عليها، نورتنا بتمنى اليوم لكم، الله يخليكي، بتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله يعني خطوة مباركة، وبتمنى إن شاء الله أنه يكون في عندكم تطور وتتوسع أكثر إن شاء الله. أنا بس موضوع يعني هيك كخاتمة بدي أختم فيها.
هي البلد اسمها سوريا. نعم. هي سوريا يلي عطت حب لكل شخص طلب الحب. سوريا اليوم بحاجة إلى طاقة الحب الموجودة فينا. بتمنى من كل الأشخاص اللي عم يتابعوني يستحضروا سوريا في قلوبهم ويعطوا لسوريا طاقة الحب وطاقة السلام، لأنه سوريا بلد يستحق الحب ويستحق السلام. وبالنهاية من المؤكد ما فينا نختم إلا بالدعاء لحماة الديار بالنصر، للشهداء بالرحمة، للجرحى بالشفاء، وإن شاء الله الله بينصر هاي البلد.